عفوا ابو عبد الله سامحنا، ايضا حتى المتحصن بالاذكار هذه يتفاوتون الناس طبعا طبعا، في من يقول الاذكار كلها، في من يقول بعضها، في من يقولها وهو مؤمن بها، من يقولها وهو قلبه لاهن، ايضا تؤثر طبعا تفرق. طبعا 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 أي. اللي يحافظ على الاذكار، وهذا راح ياتينا ان شاء الله الوقايه من العين. طبعا انت تبذل الاسباب، هذه كلها اسباب، نعم، وتترك الامر بيد الله عز وجل. اقصد يعني حتى اللي يقول الاذكار ممكن هذا انسان قوي وهذا انسان ضعيف طبعا، لكن كلما تحصن كلما كانت العين ابعد عنه. الله اكبر، كلما كانت العين. يعني نقول حق الناس رساله لا تخافون طبعا، اذا انت متحصن بادل الاسباب لا تعطي الموضوع اكبر انت ابذل السبب واترك النتيجه الى الله. لا تعطي الموضوع اكبر من حجمه طبعا. انت دائما تبذل السبب واترك الامر بيد الله ان شاء الله سبحانه، لان كلها داخله بارادته سبحانه وتعالى.